الشيخوخة لا تخلف آثارها على الجسد فحسب، بل تهز الحدود بين الواقع والمتخيل. هذا اقتباس مما أورده الناشر عن رواية الكاتب الفلسطيني محمود شقير القصيرة الجديدة منزل الذكريات، التي صدرت مؤخرا عن دار الشات أنطوان نوفل. لا أعرف من، لكن إشارة أنه أنا معني بهذا أبدا. الكلام بشكل أو بآخر. جميلة جدا الشيخوخة. على كل حال، هناك روايات بديعة عن الشيخوخة بما فيها من هواجس الوحدة والحكايات المنسية وقلق الفقد والتناقض بين الرغبة وانطفائها وأحيانا الحب المقبل على عتبة النهاية. مثلا مثلا هذه هي الرواية القصيرة أو النوفيلا، تستحضر بطلين عجوزين في روايتين رائعتين، هما الجميلات النائمات اليابانية سوناري كاواباتا وذاكرة غانيات الحزينات للكولومبي الشهير جابرييل غارسيا ماركيز. تجمع بين هاتين الروايتين أحلام وذكريات ورغبات رغم هواجس النهاية. ولكن ما الإطار الذي تجري فيه أحداث رواية منزل الذكريات؟ وهل هي نسخة عربية فلسطينية من روائع الكتابة عن الشيخوخة؟ للبحث عن هذه، يعني عن إجابات هذه الأسئلة والحديث عن روايته القصيرة منزل الذكريات، ينضم إلينا الأديب الفلسطيني محمود شقير من القدس. أهلا ومرحبا بك معنا. أهلا أستاذ محمود. أهلا أستاذ منى. أهلا أستاذ رشيد. شكرا لك. يعني بداية، محمد الأصغر في منزل الذكريات يتأثر ببطلي روايتي كواباتا وماركيز الكبيرين في السن، فلا يتركهما بل يحاورهما متأثرا بهما. ما مقدار الذاتي في هذه الرواية أستاذ محمود؟ شكرا. شكرا أستاذ منى. شكرا أستاذ رشيد. حقيقة أنه أنا حينما دخلت سن 80 عدت مرة أخرى لقراءة هاتين الروايتين العظيمتين، رواية كواباتا ورواية ماركيز، وشعرت بأنني يمكن أن أكتب رواية على غرارهما أو على غرار روايتيهما مستخدما الشيخوخة في ذلك. وبالفعل عدت إلى قراءة الروايتين، وفي الأثناء قرأت كتابين من تراثنا، كتاب النساء لابن قتيبة وكتاب أخبار النساء لابن القيم الجوزية، وأخذت مقتطفات من هذين الكتابين، وبدأت أفكر كيف يمكن أن أصوغ رواية ثالثة على غرار رواية الجميلات النائمات ورواية ذكريات عن عاهرات الحزينات. فيما يتعلق بالذات، هنالك بعض الأحاسيس، يعني كل الأحداث التي وردت في الرواية لا علاقة مباشرة لي بها، هي أحداث متخيلة. طبعا للواقع الذي أعيشه في القدس علاقة بذلك، لكن لا علاقة مباشرة، إنما الأحاسيس والمشاعر موجودة في هذه الرواية الثالثة. يعني طيب أستاذ محمود، سنسلم بأن الأحاسيس والمشاعر فقط هي التي لامستك ربما، لكن ما وجه الشبه بين شخصية محمد الأصغر بطل روايتك وبطلي روايتي كواباتا وماركيز؟ نعم، وجه الشبه أنه يحاول مثلهما أن يقاوم وطأة الزمن. نعم. يعني الزمن بالنسبة للشيخوخة هذا قاسي، إذا لم نحسن التعامل معه وإذا لم نحسن مداراته فإنه سيكون قاسيا. لذلك هنالك وجه شبه، هو الرغبة في مقاومة الزمن. نعم. ومقاومة وطأة هذا الزمن، ثم مقاومة الواقع الذي يفرض نفسه على محمد داصر كونه يعيش في القدس في ظل احتلال إسرائيلي يضيق الخناق عليه وعلى شعبه. هما أيضا لديهما مشكلات في الواقع، إنما ليست في المقام الأول، لأن مشكلات ممكن تكون سابقة. مثلا الياباني عنده مشكلة هيروشيما والقنبلة النووية التي ألقتها أمريكا على الجزيرة، لكن يعني في ظلال لهذه المشكلة في نفسه. كذلك بالنسبة لماركيز، هناك قضية النظام الحكمي المتجبر المستبد، وهنالك مسألة المخدرات التي ألقت بظلها سنوات طويلة على كولومبيا.
يعني هنالك وجه شبه جعلهم متناغمين هؤلاء. نعم مجرى الرواية رواية منزل نعم يعني بالفعل أستاذ محمود، عندما نتحدث عن الشيخوخة نتحدث بالضرورة يعني عن الزمن، وأنت ربطتها أيضا بالمكان يعني في حدود القدس. إلى جانب قسوة الشيخوخة أحيانا هناك أيضا قسوة الاحتلال، هل يمكن اعتبار روايتك يعني نسخة مقدسية عن هواجس الشيخوخة؟ نعم، هي نسخة عن هواجس الشيخوخة في زمن الاحتلال، نعم، في المدينة المقدسة التي تعاني منذ سنوات طويلة من الاحتلال، وهنالك معاناة ليل نهار، ليس فقط بالنسبة لمحمد الأصغر وإنما بالنسبة للشعب الفلسطيني ولأهل القدس خاصة. لذلك يعني هذه نسخة مقدسية بطابع مقدسي فلسطيني بنكهة فلسطينية. نعم. يعني حين الرواية نشعر بأننا نرى فلسطين ونرى القدس، ليس فقط أمم الشيخوخة. يعني أستاذ محمود، ربما أريد أن أتعمق معك أكثر في المعاني في هذه الرواية. إلى أي مدى تعتقد أو أنت يعني أردت أن تمثل الذكريات والأحلام، أو لنقل الخيال، أن تمثل الوسيلة الوحيدة للنجاة أو ربما للخلاص إن صح التعبير؟ والخيال في الحالة المقدسية لا يعني الهروب ولا يعني التخلي عن الوطن أو عن قضايا الوطن، إنما هو وسيلة من أجل إدراك الواقع ومن أجل فهم الواقع ومن أجل التعاطي مع هذا الواقع بالطريقة الصحيحة، الطريقة التي تشير إلى أننا متشبثون في الأرض، متشبثون بالوطن، لا نغادر الوطن ونحب الوطن. ولهذا السبب فالخيال هنا يعمل بشكل إيجابي ويعمل بشكل صحيح في الاتجاه المطلوب، أن هذا المقدس العجوز إنما يكافح الزمن، وأيضا هو يتصدى لممارسات الاحتلال ويقف في وجهها ويحاول ما أمكن أن يبقى ثابتا باقيا في وطنه وفي مدينته. نعم، يعني أيضا يعني هناك جرأة في التطرق إلى أحلام الشيخوخة، يعني وأيضا يعني في التجديد في هذه النوفيلا والتنقل من أسلوب إلى آخر. سؤالي، هل هذه جرأة الثمانينات محمود شقير؟ نعم، يعني قبل ما أجيب بدي أقول أنه قصدت أن تكون هذه الرواية قصيرة أو نوفيلا بسبب روايتين اللتين اعتمدت عليهما أيضا هما روايتان قصيرتان، يعني لم أرد أن أزاود على المؤلفين الأصليين. كوابات كتب روايته في 180 صفحة، أيضا ماركيز كتب روايته في حوالي 140 صفحة، وجاءت روايتي في 174 صفحة، يعني متقاربات، هذه الروايات متقاربة في عدد الصفحات وفي الحجم. بخصوص الشجاعة، أظن أن يعني عنصر الشيخوخة يدفع إلى قول الحقيقة بدون أي تحفظات، لكن هذا ليس الوحيد في هذه الرواية. هنالك أنا خبرتي في الكتابة الروائية وفي الكتابة القصصية، في علاقتي باللغة، في علاقتي بكيفية كتابة القصة وفي كيفية كتابة الرواية، لهذا السبب جاءت الرواية بشكل فيها اختزال وفيها تكثيف وفيها ابتعاد عن الاستطرادات المجانية، فيها كل هذه الخبرة، فيها استدعاء للتراث، يعني مجموع خبراتي في الكتابة وضعتها في هذه الرواية القصيرة. نعم. أستاذ محمود، يعني ربما هناك نوع من البارادوكس إن صح التعبير، يعني عادة الشيخوخة تمشي بتوازي مع فقدان الذاكرة وليس مع استحضار الذاكرة، يكون من الصعب على من يصل إلى سن الشيخوخة أن يتذكر الكثير. هنا المسألة أن مطلوب مع هذه الشيخوخة أو هناك ضرورة للتذكر والتشبث حتى بهذه الذكريات، كيف نفهم هذه المعادلة أيضا من وجهة نظر ربما فلسفية إنسانية وخصوصا مرتبطة يعني بالقدس وبفلسطين بشكل عام؟ نعم، شكرا لك على هذا السؤال. في الحالة الفلسطينية ممنوع علينا نحن الفلسطينيين أن نضع الذاكرة جانبا أو أن نمكن الزمن من التجاوز عليها، علينا أن نتذكر جيدا وأن نسجل كل التفاصيل
الخاصة بحياتنا حاضرا وماضيا من أجل أن نثبت حقيقة علاقتنا بوطننا، لأن هنالك من يحاول أن يمحونا وأن يمحو ذكرياتنا وأن يمحو علاقتنا بأرضنا. نحاول نحن في الجهة المقابلة أن نثبت أننا أهل لهذه الأرض، أهل لهذا الوطن، أهل للقدس، وسنبقى كذلك على مدى الزمان إن شاء الله. يعني أستاذ محمود، وأنت تجاوزت 80، يعني ما زلت ممتعا بحديثك وفي رواياتك وفي ذاكرتك المفعمة بالكثير من التفاصيل. شكرا جزيلا لك الكاتب الفلسطيني محمود شقير، كنت معنا من القدس. شكرا. الله يطول عمرك. شكرا جزيلا لك.